اهلا ومرحبا بكم. اليوم باش نعملوا مع بعضنا بان او شوكولا. البان او شوكولا اليوم باش نعملوا على طريقتي انا، جي بيان دي على طريقتي انا، ما نحبش حاجه ناخذها كيما هي ونحطها كيما هي، ديما ناخذ الوصفه وبعد تخيلها معناها كيفاش نحبها انا، نجربها ونشوف عجبتني عجبتني ما عجبتنيش خلينا نحتفظ بها لنفسي. هوني خديت ارطال 600 غرام، 600 غرام فارينة وعملت بها العجينه بتاع البان بريوشي. البان بريوشي والخبز البريوش عملته قبل في فيديو، نخلي لكم الرابط بتاع الفيديو في صندوق الوصف، فما فليش على اليمين من هنا تنزلوا عليه صندوق الوصف تلقاو الرابط بتاع فيديو الخبز والا البان بريوشي. هوني عندي شوكولا، خديت شوكولا نوار، هذه شوكولا نوار فتفت قصيتها هكا قصيتها طروف، وخديت شوكولاته تحليب شوكولا اولي، وخديت شوكولا كيما الشوكولين اللي نعملوها في الحليب معناها، وخلطتهم مع بعضهم. نحب انواع الشوكولاته الكل نعمل بها. حاسيلو نجي لهنا، بما انه هذا فيه الزبده ويتلصق شويه بشرط شويه فرينه، شويه فرينه. الفرن حطيته يخدم على 180 درجه، وهوني حضرت زبده بحذايا باش نخدم بها تو تشوفوا كيفاش، وهذه البيضه اللي باش ندهن بها البان تاعي، وهذه الفرينه. بسم الله هذايا الخبز البريوش خليته يخمر، خمر تقريبا مدة ساعتين، كان لازم تحط تنجمو تخليوها حتى أكثر شوية، أما تخافوا راهي الخميرة كي تخليوها لبرا راهي تفسد لكم، سينو حطوه في الفريجيدير باش يصبر، بعد ما تخبر بعد ساعة حطوه في الفريجيدير يصبر لكم خير. وهذه العجينة بتاعنا ناجحة أمورها واضحة، نزيد الرش فرينة باش ما تلصقليش. نجي طبعا نقسم العجينة نتاعي، مثلا نجي ناخذ هذيك هاو، نجي ناخذ العجينة شطر الاخر، طبعا نجي للعجينة هذي اللي عندي. بسم الله شرش عليها الفارينة خاطر لصقت لي شوية من البطء هكا. نجي لهنا عندي الزبدة ونعملها هكا. الزبدة هوني راهي طرية بحرارة الغرفة، مش زبدة باردة وتقولوش بها ما تمشيش معاي هكا. مش تسألوني نعملوها بالمارغرين، انا نعرفها بالمارغرين. طب نجمو تعملوها بالحيوانية تكون ابن، ما غير لا نقعد نعمل في فويتاج ولا نقعد نستنى. طبعا نرش عليه شوي فرينة، الفرينة هذي باش تحافظ لي. يقول قايل علاش نرش الفرينة؟ الفرينة باش تحافظ لي على الفويتاج، تمتص لي السوائل والماء اللي في الزبدة. الزبدة فيها سوائل فيها ماء، الفرينة هذيك تمتص لي الماء والسوائل اللي في الزبدة وما تخليليش العجينة تلصق في بعضها وتولي الفويتاج هذاك مشي راح في الماء. يعني هذاك السر نتاع الفرينة مع الزبدة، حتى في زبدة التوريق راني ساعات نعملها كي تبدا طرية برشا نولي نعملها باش نتأكد اللي كل طبقة باش تقعد وحدها. هذيا أستوس سر أحفظوه. رشينا كيما تراو هكايا العجينه بتاعنا، توا نحاول نجي هكا هكايا هكا هكا، ونخليها ترتاح على روحها غادي، والثانيه نعمل لها نفس الحكايه بالضبط كيما هذيك، ومن بعد نجبد الاولانيه اللي خدمتها ونوريكم كيفاش باش نخدمها.
ها هيك ونحطها ترتاح هي وهذه ونجبد الاخرى. عملتها الاولى نجي نحاول نخليها على طول هميسي شدي مش طويله برشا ونجي نعمل لها هكا نحلها هكا بالطريقة هذي كديجا مسكرة في الجناب الزبدة ما عندها منين باش تخرج من الجناب. وهكايا توا نجي بالسكينة ونقص الحراف الزايدة باش يطلع لي منظم. بسم الله هكا والحراف هذوما نجمو نطويوهم هكايا ونعاودو نستعملوهم من بعد ولا نعملوهم هكا ونحطوهم حاسيلو يجيونا بريوش ولا حاجة أخرى. نحط غاديكا ونجي من هنا كيف 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 نحطو من غادي وطوا نجي لكل الكعبة بريوش نحط شوكولاتة متاعي. نجي نحط شوية شوكولاتة هوني في الدور الأول ندور هكا والدورة الثانية كيف كيف. بعد ما نسكر عليها نحط شوية آخر شوكولاتة ونسكر عليها هوب وهكا. هذه البريوشة الأولى هيك نحطها طبعا في ال هيك نحطها في الطبق وهذه الثانية كيف كيف نجبدو هكا ندورو ونجي الشطر الثاني كيف كيف نكمل عليها الكعبة ونقص وهذه الثانية نجي هكا نحط شوكولاتة. نجمو تعملو فاكهة اللي ما يحبوش الشوكولاتة نجمو يعملو الفاكهة هكا ونقص واخر كعبة مثل الثلولاني. بسم الله هكا وهكا فوالا هذو هما الكعبات متاعي هكا كي تشوفو في الفويتاج. نكمل البقية حاسيلو هوني جاو خشين شوية وكبار شوية اللي حد يعملهم أجود ينجم يجود. أنا يساعدني على خاطر الفرن متاعي صغير منحبش نقعد ندخل على مرتين اللي يفضلوا بعض طبعا نقدهم وحدهم وندخلهم واحد. هذه البيضة متاعي نجم نحطو لها راهو قهوة ولا نخليهم هكاك. أنا مش خليهم هكا اكيد باش يلصقوا في بعضهم بعد كي باش يكبروا خاطر راني عملت وصفه البامبري وشي باش يتنفخوا يعني ما نحبهمش يكونوا فارغين من داخل. اللي باش يعملها بالفويتاج ينقص من كميه الخميره وما يحطش العظم. ما يحطش العظم في وسط العجينه مش معناه العظم هكا. فوالا ندخلها طاوة للفرن على 180 درجة مدة 30 ولا 35 دقيقة. وهذه اللي فضلت زدتها فارين هكا مفوق باش نجم نحلها باش ما تلصقش الزبدة فيا في
بسم الله. نحطهم هكا على البابيي كويسون ونقصهم هكا. نجمو تحطو فوقهم البيض، انا باش نعمل هكا باش ما يمشيش معايا الشوكولاته هكا. وبعد ما خرجناهم من الفرن 30 دقيقه خليتهم في الفرن هاكم تراوخ بردوا، وكيفاش طريين حسيلو ما نحكي لكمش على الريحه وعلى البنه. ان شاء الله تجربوهم وان شاء الله يعجبوكم، وفي حلقه اخرى ان شاء الله ووصفه اخرى. وبسلامه.